قال له بدك معي الحوالي تعال بس أيتنا في هذه اللحظات الجميلة شفت نهائي بطولة المحترفين الرابعة على التوالي. الترقب للجميع، سيكون هناك سباير بالسي الأصفر بينما فريق زايد الجبيل بالسي على البداية ستشتت ستسمع اللاعبين أستاذكم على هذه الجوارية لأسامة الربيع في آخر مهاجم لهذه البطولة.
أسامة الطيع أحد الأسماء البعيدة، أحد الأسماء التي قدمت صورة جميلة جدا هناك في هذه البطولة، بطولة 32 فريق. هناك صفقة لأسامة أيضا أفضل وسط يكون متميزا دائما بالسرعة ومتميزا دائما بالأداء، هو لاعب فريق الـ ISA رامي الصفحي. هنا صفقة لهذا اللاعب الجميل جدا، أحد اللاعبين المتميزين الذين قدموا في هذا البطولة شيء الكثير. يستلم هناك الأستاذ محمد عبيد الهاشمي مدير مؤسسة مدير هناك مدرسة النابية الثانوية على سامي الجميل جدا وضيف الكرام. لدينا أفضل حارس في هذه البطولة والحارس الجميل جدا الحارس الرائع هناك حسن بلال يتقدم في هذه اللحظات الجميلة. يستلم نيابة عنه هو المدرب لفريق السودان الذي كان حاضرا في هذه البطولة. المدرب الجميل جدا محمد علوان الدرنا هناك ايضا افضل اداري في هذه البطوله الاداري صاحب هناك الوقفه الهاديه والاداري الجميل جدا وهو اداري فريق قياس الكابتن خالد الخلف يتقدم ايضا المباراه الاستعراضيه بصراحه الاداري قدموا صوره جميله جدا في هذه البطوله. أفضل مدرب منا في هذه البطولة علقت عليه في أكثر من بطولة واليوم علق عليه في هذا النهائي وهو مدرب بطولة وهو مدرب فريق زعيم الجبال الكابتن عبد الله زيد هناك لهذا الرجل الرائع تماما. المدرب الجميل جدا هناك يستلمها من العميد يقدمنا هناك أفضل لاعب واعد وهو حارس جزيرة الجبال سلمان الرشيدي يتقدم في هذه اللحظة بتواجد بينهم. الرشيدي سلمان قدم في هذه البطولة الشيء الكثير ويستاهل أفضل لاعب واعد. الفريق المثالي هو الذي منتظر دائما في أجواء وأجوار هذه البطولة بالأوقات والتزاما بالحضور. الفريق المثالي في البطولة هو فريق شباب سوريا الصفقة لهذا الفريق. الفريق المثالي فريق مثالي بصراحة بالأداء بالالتزام بالحضور الجميل جدا بالوقت المناسب قبل بداية المباراة بربع ساعة البطولة الجميلة جدا. ايضا هناك البطولة كما تعودنا هو هداف ليس في هذه البطولة الوحيدة بل هو هداف في البطولة وهو اللاعب الجميل جدا الذي استمتع معه خالد العبود هناك من فريق السويس سجل اهداف استمتعنا من خلالها على مدى 32 فريق. افضل مدافع عندنا في هذه البطولة وهو المعلم وهو القائد وهو الليف الكابتن لفريق النور احمد مصطفى يتقدم في حلقنا. وقف في هذه البطولة بوقفة صادقة وجميلة جدا على مدى هذه الايام الجميلة. عبد الحليم هناك عبد الحليم عبد العليم القارئ المتميز الشكر الكل ما شاء الله وعين عليه بارك صاحب الصوت الجميل الذي اتى بايات عطره من كتاب الله الكريم في بدايه هذه البطوله وفي بدايه هذا النهائي والعرس الكروي. هناك ميداليات المركز الثاني في هذه اللحظات وصفقه لفريق زعيم الجبال على ما قدموه. يتقدمون الى سامي الجميل جدا هناك من زعيم الجبال التي تكون حاضره غازي المنصوري سعد الشمري علي الشمري علي المستني راشد الحيوي باسل هناك العنيسي سعد السباعي سعيد البيشي اسامه الربيعه هناك هداف ابراهيم زهراني ايضا علي العاقي تفضل الحربي هاشم حبيب محمد بن هاشم ناصر القحطاني فيصل الطيري وعبد الله السباعي. أسامي جميلة جدا تكون لزعيم الجبيل هناك عبد الله زيد المدرب الإداري صاحب تصريحاته جميلة جدا والشخص الذي استمتعت معه وبتصريحات علي موسى القريب جائزة مقدمة ومبلغ مادي وقدره 3000 ريال مقدم مؤسسة سباحة الفضة إلى المركز هناك إلى المركز الأول فريق السباير صفقة لهذا الفريق الجميل جدا أبلغ وقدر 3000 هناك استلام لدليل الذهبي أيضا في هذه اللحظات هناك الأسامي الجميل جدا وليد الحضر بن خالد هناك عمر سنين هناك أيضا
اسامي جميله جدا تكون حاضره تكون في هذه الحضارات مؤسسه بحر الفم التي دعمت والتي سندت في هذه البطوله الجميله جدا. هناك يتقدم نواف القحطاني، ناصر سامي صاحب الكاس الاحمر في النصف النهائي امام شباب سوري. اسامي تكون مع فريق سباير، اسامي تكون مع فريق سباير سنوبي الذي نتمنى عودته الجميله جدا في هذه البطولات الجميله وفي هذه البطولات الرائعه تماما. هناك التي كل يتابع ويستمتع معها ايضا حضور المصور الجميل جدا حمود الدوسري احد المصورين المتميزين هناك في اجواء هذه البطولات التي يكون يتابع من خلالها متابعه جميله جدا. جاسم الدوسري، شارع الزغيري، جابر الرياضي، السباعي، بوعيد، اسامي تكون حاضره لفريق سباير هناك وهنا مبلغ وقدره 3000 ريال. ما تخليك هنا.